لسه ما قريتش يعني او ما خدتش اي انبوت على الدستور الجديد, ما عنديش اي فكره, بس اكيد هشارك يعني وذر بلا. انا شايفه ان الاثنين بيعبروا عن رايهم ودي حاجه مهمه بعد الثوره, يعني سواء هو معارض او مؤيد بس الاثنين مهمين. يعني ده احنا كده شايفين ان في اثنين ضد بعض بس بيتظاهروا بطريقه سلميه, ودي حاجه احنا كنا عايزين نوصلها من زمان. فانا يعني انا مش ضد دي ولا مع دي, يعني انا مع الاعلان الدستوري بس انا مش ضد الناس اللي في التحرير ولا نزلت مع الناس اللي في النهضه. يعني شايفه ان كل واحد بيعبر عن رايه ودي حريه, شايفاها حاجه كويسه. طبعا رايي مش عارف, مرسي بيحضر لانشاء دكتور جديد, يعني انا مش فاهم هو ليه عامل كده, مش فاهم الناس اللي بتعيده عشان ايه بالظبط. يعني انا مش فاهم اذا كان اخوان او غير اخوان, يعني انا مش اخوان الناس الاخوان اللي بيأيدوه. يعني هو مثلا هو القرار طلع ان هو ما حدش يناقشه في قراراته, يعني قضاء هيئه القضاء ولا اي حد خالص يناقشه في قراراته. تمام, هو كده لا بيمنح فرصه لاخوان ان هم يناقشوا قراراته, بل الاخوان اللي هم من اللي هو تبعهم يناقشوا قراراته ولا غير الاخوان يناقشوا. فالناس اللي بتأيده هو مجرد ان هم عايزين يتبعوه خلاص, ما انا صحيح خلفان. يعني الدستوري لا, يعني انا ضمن ان هو يبقى يغير صلاحيات حتى صلاحياته هو او صلاحيات القضاء ولا اي حاجه, الموضوع ده مش بايد واحد, يعني المفروض يكون فيه توافق من كل القوى السياسيه. يعني اما بالنسبه للمستوى ده, يعني انا قريت فيه حاجات قبل كده موافق عليها بس يعني ما قريتش كل, المفروض الاستفساء هيبقى على بند مش دستور كله. يعني موافقه عليه لان شايفه ان احنا دلوقتي محتاجين قرارات استثنائيه عشان القضاء يتطهر, لان هو تقريبا اهم حاجه بتمشي البلد هو القضاء عشان الشعب يحس فعلا ان فعلا حقه بيتاخد, وعشان يرجع حق الشهداء وعشان الاحكام تتعاد تاني لازم القضاء يطهر. انا شايفه ان ده حل كويس عشان يطهر القضاء. انا يعني مؤيد وغير مؤيد في نفس الوقت, انا مؤيد لفكره القرارات نفسها لشيل النائب العام, انا مؤيد لفكره ان احنا هنشيل النائب العام هنطهر القضاء كل الكلام ده. وكان مش مؤيد لان انا ما بفترضش قصه ان هي مع جماعه الاخوان المسلمين محمد مرسي بالذات, لان انا بقالي سنتين بشوف منهم حاجات غلط كتير, قرارات سياسيه وقرارات كده غلط كتير بتتاخد. فبالنسبه لي انا مش مؤيد للقرار نفسه ان محمد مرسي هو اللي ياخده, ومع التفكير شويه اكتشفت ان هو كان القرارين بتوع اعاده المحاكمات, القرار الثاني اللي هو بتاع في قرار بتاع اعاده المحاكمات, القرار بتاع تحسين نفسه وتحسين التاسيسيه وتحسين مجلس الشعب والشورى, ده كان معناه حاجه واحده بس, هو كان بيحاول يمرر الاعلان الدستوري عشان يحصن نفسهم, ولكن هو مش هيعيد محاكمات مع اي حد, لان النائب العام الجديد طلع قال لو هعيد محاكمات انا هعيد محاكمات لو في دليل جديد, وهو مفيش دليل جديد اكيد هيطلع. وفي حين ان انا عشان اطهر القضاء انا محتاج اطهر الجهه التنفيذيه, لازم تطهر زي ما هتطهر الجهه السلطه القضائيه. نظارات الجمعه والسبت انا شايف ان الاثنين مالهمش لازمه. ان انت عايز تعمل اعتراض فعلا, عايز تعمل انا معترض, وكمان الاعتراض بتاع القضاء واللي هو مثلا محل الشغال دوت, طب ما مش هينفع افضل قاعد ما بعملش حاجه, قاعد بس انا بعترض انا بعترض انا بوافق انا بوافق. اعترض بقى بطريقه ثانيه, شوف حاجه بقى ثانيه, بقى انت دور على طريقه ثانيه, انت عملنا المواضيع دي قبل كده خلاص, شوف حاجه جديده. اعلان فاشل وديكتاتوري هيرجع البلد 30-40 سنه. انا هقرا الاول الدستور, هقراه كله وبعدين اقرر, لو عجبني ولقيت فعلا ان هو هيحقق عداله في البلد هقول اه, لو لقيت لا ان في حاجات اي ناقصه او حاجات ممكن تيجي على حقي يبقى لا. يعني حسيت ناس كتير قوي نازله يوم الجمعه عشان خاطر هم ضد الاخوان وخلاص, ريجاردلس من الاعلان الدستوري نص الناس ما عرفتهمش اصلا. بالنسبه ليوم السبت حاسه ان يعني مش لازم انزل عشان ايد حاجه, هي اوريدي الحاجه دي لسه ماشيه, فانا مش لازم انزل عشان ايدها, هي اوريدي لسه مكمله, يعني مفيش حد قال عليها اي حاجه, فهو الاعلان الدستوري لسه مكمل, فمش شايفه اي سبب ان انا انزل اعمل مظاهرات. بس في حاجه كمان, المظاهرات كانت منظمه قوي وما كانش في مشاكل في الترافيك عشان انا روحت وقت المظاهرات, ما كانش في حاجه اصلا. الشارع بتاع جامعه القاهره ده كايند اوف ان الترناتيف رود, وهم لسه يعني عاملينه الترناتيف قريب, فاصلا في كذا رود تاني بيودي لنفس الطريق, فاكشلي لا كانت منظمه جدا,
باي الساعة 10 أو 11 ميدان النهضة كان فاضي تماما، كان نظيف جدا، وكان الباصز حتى اللي هما جايين بيها وكده كانت كل حاجة منظمة. يعني مش هنقدر، يعني مش هقدر أقول حاجة، يعني كانت مظاهرة وهم حقهم ينزلوا يتظاهروا. والله والله الموضوع ده انا مش خبيره قانونيه عشان اعرف في ادله جديده ولا لا، بس انا شايفه ان معظم القرارات اللي القضاء كان بيطلعها الفتره اللي فاتت كانت سياسيه اكتر ما هي قضائيه، يعني كانت كلها قرارات معتمده على السياسه اكتر ما هي معتمده على ادله وقضاء، ده اللي انا حاساه. بس فانا شايفه ان ده ممكن يطلع حق الناس اللي ماتت دي اكتر. بس انا طبعا انا معاكم ان هي ان القرارات دي دكتاتوريه، بس انا زي ما بقول لك احنا محتاجين حاجات استثنائيه في اللحظه دي، وكده كده الدستور لما يترفع لو شعب وافق عليه القرارات دي بعد شهرين هتتشال. هقراها وبعدين هحدد، بس يعني غالبا مش هشارك، هشارك بلاي هشارك عشان هو انا في حته التفاصيل اللي في الاعلان الدستوري يعني مش كونكتد قوي بيها ومش فاهماها قوي، بس انا مش حاسه ان الموضوع مستاهل كل المظاهرات دي، مش حاسه ان هو يعني يستاهل ان احنا نوقف حال البلد عشانه. واي بليف مش الناس مش ابيض واسود، وان احنا لو فضلنا نعمل كده عند كل رئيس انتخب فضلنا نعترض على كل القرارات اللي بيعملها يبقى كده البلد مش هيمشي. هو قال بكل صدق ان الموضوع temporary، يعني لمده قصيره. بليف هم اور نوت، يعني لازم نصبر. لو هو فعلا اثبت بعد كده ان هو عنده حته الدكتاتوريه ديت وان هو هيفضل ليه كل الصلاحيات حتى بعد المده اللي هو قال عليها يبقى ساعتها ممكن نتكلم، انما في الفتره الحاليه لازم نصبر ونشوف اذا كان هو معاه حق في كلامه ولا لا، وندي للراجل فرصه. خلاص انا مش مع نفسي كل اللي بيعمله، انا مش اخوانيه ولا اي حاجه، بس انا شايفه ان الواحد يفكر في مصلحه البلد اهم من كل حاجه.